الله الرحمن الرحيم. الآن جلستنا الثانية في محور رائع تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية لمعاهد البحوث والخدمات الاستشارية. يعني نظرا لطلب سعادة أخي الدكتور عبد العزيز الخريف تأجيله ربما في أن يكون الثانية أو الثالث، فأطلب من أخونا عميد معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك فيصل الدكتور أحمد أنه يقدم تجربتهم في هذا المجال، فتفضل سعادة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أرحب بالجميع وأقدم شكري لمعالي مدير الجامعة معالي الدكتور عبد الرحمن، وكذلك الدكتور ناصر عميد ومشرف على معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك سلمان، وعلى حسن في الحقيقة الاستقبال والضيافة. إن شاء الله لن أطيل عليكم. في جامعة الملك فيصل معهد البحوث والاستشارات، الجامعة تتوسط واحة الأحساء. واحة الأحساء عرف عليها، يعني اشتهرت بالنخيل والزراعة، وكانت أول الكليات اللي أنشئت فيها كلية الزراعة وكلية البيطرة ما يقارب من أكثر من 40 سنة، فكان هناك يعني مجال وخبرة كبيرة في هذين المجالين. طبعا هذا انعكس فيما بعد على الاستشارات المقدمة من معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك فيصل. الجامعة من 5 سنوات أطلقت خطتها الاستراتيجية، وكانت بعنوان الريادة في الشراكة المجتمعية، ومحورنا هو أيضا هنا يعني يتعلق بهذا الموضوع اللي هو المسؤولية الاجتماعية. فالجامعة كما ذكرت ساقت رؤيتها بناء على الريادة في الشراكة المجتمعية، وكذلك أيضا وضعت أهدافها الاستراتيجية بما يتناسب مع الريادة أو الشراكة المجتمعية وكذلك المسؤولية الاجتماعية. فوضعت مجموعة من البرامج، من ضمنها كان إنشاء معهدا للبحوث والاستشارات، وأيضا إدارة للتبادل والتعاون المعرفي، وكذلك إدارة لتطوير الشراكة المجتمعية. وكانت هذه الـ يعني البرامج هي باكورة العمل في الشراكة المجتمعية. في معهد البحوث والاستشارات يتبع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وله يعني عميد ويعني يقع تحت مظلة كما ذكرت عمادة وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وله مجلس إدارة يعني مكون من مجموعة من الأعضاء من داخل الجامعة ومن القطاع الصناعي والقطاع التجاري والقطاع الخدمي، ويصدر في مجلس الإدارة حسب اللوائح التنفيذية. طبعا موجود لائحة تنفيذية للمعهد مقررة من مجلس الجامعة، وكذلك مقررة من مجلس التعليم العالي، ويصدر في أعضاء مجلس الإدارة كل سنتين قرار من معالي مدير الجامعة بناء على ترشيح العميد. كما ذكرت يوجد لائحة يعني مقررة للمعهد. المعهد بدأ أو أنشئ في عام 1430، ولكن هناك مراكز يعني قد تكون تجربتنا شوية مختلفة عن جيراننا في جامعة الملك فهد البترول. نعم لدينا مراكز، ولكن المراكز تتبع لي وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ولكن تعاملنا معهم كمسوقين. نحن نسوق المنتجات الذين يقومون بتقديمها، نقوم بتسويقها. هم يقدمون خدمات قد تكون للجامعة وللطلاب وللجهات الخارجية، لكن نحن واجهتهم. يعني هم لا يستطيعون أن يقدمون خدمات خارجية إلا عن طريق معهد البحوث والاستشارات. أيضا من الأمور الهامة يعني أنه المعهد هو الواجهة، معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك فيصل هو الواجهة الوحيدة التي تستطيع أن تتعامل مع الجهات الخارجية
وهذا بقرار من معالي مدير الجامعة، لا تستطيع أي جهة داخل الجامعة أن تقوم بعقد بزنس أو يعني أعمال أو استثمار أو خدمات إلا عن طريق معهد البحوث والاستشارات. فبالتالي يعني هذا يعطي أيضا المعهد نوع من القوة ونوع من الأعمال التي يقدمها. نقوم بتقديم الاستشارات بنوعين، استشارة متفرق واستشارة غير متفرق، وأيضا نقوم بتقديم الأبحاث والبحوث التعاقدية، دراسات تعاقدية، وكذلك نقوم بتقديم الدورات. الجامعة أيضا بما أن احنا نتحدث على محور المسؤولية الاجتماعية، يعني عرفت في الآونة الأخيرة ببرنامج التعليم عن بعد، وهو يعني من البرامج يعني الكبيرة والتي تقوم بدخل ضخم، وكان لمعهد البحوث أيضا يعني مشاركة في هذا الموضوع في عملية تسويق. الآن موجود 144 مركز على مستوى المملكة وكذلك دول الخليج. بالنسبة للشراكات الأجنبية، نعم الآن نحن لدينا علاقات مع جامعات خارجية، معهد شيكاغو للتدريب والاستشارات، ولكن هذه الاتفاقيات تكون لتنفيذ برامج معينة تنتهي بانتهاء العقد. أيضا معهد بحوث الأعشاب مع STRI في إنجلترا، وهناك أيضا يعني مشاريع لشركات مستقبلية. بالنسبة لشركائنا عندنا يعني شركة أرامكو السعودية، لدينا معها مجموعة من المشاريع، شركة سابك، وزارة التعليم، التربية والتعليم، كذلك بعض القطاعات الأهلية وبعض الشركات نقوم بتقديم الاستشارات لها. توجد لدينا بيوت خبرة، وبيوت الخبرة تحت مظلة معهد البحوث والاستشارات، بمعنى لا يوجد لديهم يعني حسابات مستقلة. هناك آلية متفق عليها في عملية البيوت الخبرة، تكون يقوم رئيس بيت الخبرة بتسويق العمل، ثم بعد ذلك يكون تحت مظلة المعهد. هذا بالنسبة لمعهد البحوث والاستشارات، لدينا طريقة عمل بيوت الخبرة. كما ذكرت، معظم أبحاثنا واستشاراتنا التي نقوم بتقديمها تعتمد على كليتي الزراعة والطب البيطري بحكم موقع وجغرافية المنطقة، ويعني هذا يعني ما أعددته لكم. وإذا كان هناك في أي استفسار أو يعني ممكن الواحد يتذكره خلال الأسئلة. جزاكم الله خير. شكرا سعد دكتور، يعني 8 دقائق تقريبا، وأتمنى أنه ما نتجاوز هذا الوقت لأنه ما بقي إلا وقت قصير حتى يأتي أخونا الدكتور عبد العزيز. أنتقل لأخي عميد معهد البحوث والاستشارة، معهد الأمير عبد الرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية جامعة سلمان بن عبد العزيز لأخذ الكلمة. ويعني أتمنى أن يكون هذا الثمان دقائق يعني كافية بعون الله تعالى لتغطية الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتذر لزملائي الحبيبين كلهم وكان يشتكون مدة الوقت، لكن إحنا مرينا الحقيقة بصعوبة في الحصول على الموافقة. الأخوان في جامعة حائل جزاهم الله خير رفعوا وقت مبكر، ولكن لأمور لا نعلمها تأخر من القرار كثير، فاضطرينا إحنا نخاطب جامعة سلمان، تخاطب الوزارة وتشير إلى الاجتماع اللي عقد، وقبل 3 أسابيع إلى 4 تقريبا جت الموافقة. أنتم معذورين وإحنا نعتذر عن ما صار. معهد الأمير عبد الرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية في جامعة سلمان بن عبد العزيز هو ذراعها لتقديم إمكانات وقدرات الجامعة للمجتمع، وأيضا حصول على دعم المجتمع للجامعة. تفضل من هنا. مسؤوليتنا الاجتماعية لا تختلف عن أي مسؤولية اجتماعية تجاه مجتمع. في النهاية احنا نطمع إلى بناء تنمية متوازنة ومستدامة
في المنطقة الجغرافية اللي تغطيها الجامعة. طبعاً جامعة سلمان من أكثر الجامعات انتشار جغرافي، تغطي 6 محافظات اللي هي محافظة الخرج ومحافظة حوطة بني تميم ومحافظة الحريق، محافظة الأفلاج ومحافظة السليل، محافظة وادي الدواسر. فالرقعة الجغرافية عندنا كبيرة ومتنوعة، نحاول نستفيد من إمكانات أو الميزات النسبية والتنافسية للمجتمع اللي نعيش فيه، ونحاول أن نصل إلى وظائف المجتمع الجغرافي. المجتمع الجغرافي زينا زي الأخوان في الأحساء، اللي هو مجتمع زراعي في أساسه ومجتمع صناعي كبير جدا. لدينا يمكن حوالي 4 مدن صناعية كبيرة، وكلها الآن في توجه، وفي هناك قفزات نوعية الحقيقة جديدة في الصناعة هتكون في المنطقة، فمركزين على الصناعة، ولدينا برنامج تنمية صناعي كبير، وعقدنا شراكات الحقيقة مع المؤسسة العامة للصناعات الحربية، وهي أكبر صناعات تحويلية ميكانيكية في المملكة، وأيضا لبناء الاحتراف الصناعي وقعنا شراكة مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وفي طريقنا للتعاقد مع بعض بيوت الخبرة العالمية مثل المنظمة العالمية للتنمية الصناعية اليونيدو، وأيضا بعض البيوت الخبرة العالمية، بالإضافة إلى أنه بنينا شراكات مع الجامعات عالمية وأيضا مع جامعات محلية. بعض الشراكات اللي نجحت فيها المعهد، عندنا برنامج ريادة الأعمال، والجميع يعرف مدى أهمية ريادة الأعمال. لدينا الحقيقة عدد كبير من الخريجين لم يحصلوا على فرص عمل، من البنات فقط لدينا ما يزيد عن 2000 خريجة، فلجأنا إلى بعض البرامج اللي قد تساعدهم في فتح باب رزق جميل، وليس حقته عبد اللطيف جميل، لكن رزق كريم. فتبرع أحد رجال الأعمال بعد المناقشة معه وإيمانه برسالة الجامعة وثقته فيها، بتبرع ببرنامج اسميناه غيث، لتشجيع ثقافة العمل الحر لدى أبناء وبنات المنطقة، ودعمهم بعمل الدراسات، وأيضا بتأهيلهم وتدريبهم والبحث لهم عن مصادر لتمويل مشاريعهم، وخاطئين فيها خطوات إيجابية، وفخورين جدا الحقيقة بهالمشروع، لأنه نتوقع أنه فعلا بيفتح آفاق تنموية واقتصادية لأبناء المحافظة، وبدل ما يكونوا طالبين عمل يصبحوا هم موظفين. طبعا تشرفنا بدشن المشروع برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله أمير المنطقة، لدليل على اهتمام ولاة الأمر بهالجانب. أيضا ما نسينا في شراكاتنا مع المجتمع الفئات الغالية على المجتمع جميعا والأحوج، اللي هم المشمولين برعاية الجمعيات الأيتام والجمعيات الخيرية. اتفقنا مع بعض الشركات الحقيقة على تدريب وتأهيل عدد من الأيتام في الجامعة، وإعطاهم دبلومات وتأهيل لسوق العمل، وإعطاهم الفرصة للعمل في الشركات هذه، أو إذا رغبوا، لأن بحكم وضعهم الاجتماعي. واستطعنا أنه الآن تقريبا نوظف حوالي 80 خريجة في دبلوم عالي في الحاسب الآلي، وهذه أحد نتائجه وثمراته، والحمد لله وماشيين فيها التوجه. عندنا كرسي الشيخ عبد العزيز داعي لتنمية المجتمع المحلي، والحقيقة لها أهداف كثيرة، ولكن تتركز كلها حول تنمية المجتمع المحلي في جميع مناشط الحياة. وسواء عملنا الحقيقة عدد من الدراسات والأبحاث اللي دعمها الكرسي، وعندنا الأسبوع بعد القادم ورشة عمل، عن لأن احنا في الكرسي ركزنا عن
عمل عن بعد وخاصة عمل المرأة عن بعد، ولدينا ورشة بيشترك فيها وزارة العمل وبعض المختصين حول العمل عن بعد وعمل المرأة عن بعد، وندعوكم للمشاركة فيه لأن هذه أحد الأشياء اللي فعلا حقيقية. عملنا بعض الدراسات والأبحاث حول أيضا هالمجال، التقنيات واستخدامها في دعم قدرات المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا عن المشاريع الصغيرة والصغرى في المنطقة، أيضا عن دور الجامعات في دعم العمل عن بعد. لدينا الآن حوالي 6 مشاريع تدور حول هالموضوع، هندعمها خلال الأسابيع القادمة. طبعا احنا حاولنا ايضا نبني قدرات الشباب، فاستدعينا او استضفنا احد اشهر جراحي القلب اللي هو الدكتور غنام الدوسي، المتخرج لدراسة الثانوية من احد قرى وادي الدواسر، والان يعمل بروفيسور واستشاري امراض جراحة القلب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو. فجبناه لطلبة الطب لنقول لهم أنتم من هالبيئة تستطيعون تصلوا إلى أعلى المراكز العلمية المتقدمة وتصيروا أعلام من أعلام العالم، وهذا بنتيجة الدعم الحقيقي اللي نقابله ويقابل أبناء المجتمع من قيادتنا الرشيدة، فجبناه كمثل واستفادوا منه كثير في الاستشارات، وإلى الآن طلبة الطب يتواصلون معه ويستشيرون في توجهاتهم العلمية. عقدنا الحقيقة محاضرة عن شيء من تاريخ اليمامة، قام به عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله العسكر، ومنطقة غنية الحقيقة بثرواتها وبالتاريخية، ولذلك استدعينا وعمل المحاضرة كان لها أثر كبير. زي ما قلت الصناعة تهمنا كثير، لذلك بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية طلبنا من المقام السامي من خلال وزارة التعليم عقد مؤتمر أو ملتقى صناعي حيعقد في شهر رجب بإذن الله عن الصناعة والفرص والواقع، والهدف منه أنه نعمل لقاءات بين رجال الأعمال بزنس تو بزنس أو بزنس تو كاستمر، ونبحث مجال التنمية الصناعي في المنطقة ونحفز، نتوقع له رعاية كريمة من ولي العهد، وإن شاء الله أنه كلكم بتشاركونا في هالمؤتمر. طبعا عقدنا شراكات كثيرة جدا الحقيقة مع الهيئة العامة للسياحة، الغرف التجارية، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، هيئة الغذاء والدواء، جامعة طيبة الحقيقة. وأنا ودي أشكر زملائنا اللي وقعنا معهم الاتفاقات، وجامعات كثيرة من ضمنهم جامعة الملك عبد العزيز وجامعة طيبة، ولذلك ما تفعلت بالصورة اللي نرجوها، فلا بد إنه نشوف مخرج. طبعاً لا يكفينا توقيع الاتفاقيات، إحنا نبغى نفعلها في شراكات فاعلة فعلا تخدم الجامعتين وتخدم المجتمعات اللي نشبع. فلعلنا أيضا لأن نجاحاتنا مع الحقيقة الجامعات العالمية كان أكثر عطاء من شراكاتنا مع الجامعات المحلية. الصناعات العسكرية شريك وحليف استراتيجي قوي، ووقعنا معهم عقد استشارات، ونتوقع الآن مع القفزة النوعية اللي صايرة في بتعيين الرئيس التنفيذي لشركة سابق رئيسا للصناعات العسكرية، نتوقع في أن يكون نقلة نوعية إيجابية للصناعات العسكرية والصناعات عموما، ولذلك احنا جادين في شراكتنا مع القطاع الصناعي. قطاع المحافظة الخارج طبعا فيها قواعد عسكرية وفيها مناطق عسكرية مهمة، لذلك أيضا وضعنا برنامج سوينا تبادل معرفي بين جامعة سلمان والقطاع العسكري، ودخل من تحت عدة اتفاقات أيضا من ضمنها اتفاقية مع الإدارة العامة
الأمن العام وعقدنا لهم عدة دورات، و هذا تقريبا طموحاتنا الكبيرة، ولا نزال في بداية خطواتنا مع المجتمع اللي نعيش فيه، ونتوقع أنه إن شاء الله نستمر في الوصول إلى حاجة المجتمع في التنمية الحقيقي، وكيف أنه فعلا الجامعة تؤثر فيه تأثير إيجابي وتنقله إلى تنمية نوعية حقيقية. هذا قليل مما الحقيقة إحنا عاملين عليه، ويعمل بتوجيهات معالي المدير في تحقيق شراكة حقيقية واستراتيجية مع مجتمعنا المحل، وخاصة الجوانب اللي تحتاج لها إلى معالجة. شكرا سعد الدكتور، يعني زودناك دقيقتين في الحقيقة عشان احنا ضيوف، فاستحيت أكلمك فسامحني. إذن أشكر لسعاد الدكتور، فعلا مواضيع جميلة اللي يتطرق لها سعاد الدكتور، وفي الحقيقة فعلا تصب في المسؤولية الاجتماعية اللي نعنى بها أيضا في معاهد البحوث والاستشارات. أقول الكلمة في جلستنا هذه مع سعادة أخي الدكتور عبد العزيز القريف، عميد معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود، فليتفضل مشكورا. هذا اللقاء والذي يمثل دورا أساسيا تمارسه الجامعات ومعاهد البحوث على وجه الخصوص بشكل طبيعي، وهذا هو المطلوب من معاهد البحوث، أن تشارك في تنمية المجتمع المحلي وأن تسهم بخبرات الجامعة وإمكاناتها في تطويره، سواء كان ذلك سواء عن طريق مبادرات تقدمها أو تنفيذ خدمات تطلب منها. هذا العرض سيتطرق إلى ما قام به معهد الأمير نايف في هذا الإطار، ابتداء منطلقات المعهد في تنفيذ أو في المسؤولية الاجتماعية. انطلقنا طبعا في الجانب، قد تعودتم على معهد الأمير نايف أنه لابد أن ينظر للجانب النظامي أولا، فكان لدينا المنطلق الأول أن نظام مجلس التعليم العالي أنه جعل من مهام المجتمعات في المادة في من مهام الجامعات في المادة الأولى أنها مؤسسات علمية وثقافية تهتم وتقوم بتنفيذ السياسات التعليمية وخدمة المجتمع في مجال اختصاصها. أيضا في نفس النظام في المادة 47 للجامعات القيام بدراسات خدمات علمية لجهات سعودية يصرف منها في تطوير البحث العلمي والخدمات العلمية والتدريبية، بحيث أنها من أبرز موارد أو مصارف المعاهد البحوث ما يتصل بتطوير البيئة داخل الجامعة، وهذا يدخل أيضا في نطاق المسؤولية الاجتماعية. أمر ثالث هو الاعتماد الأكاديمي، المعيار 11 علاقة المؤسسة التعليمية بالمجتمع، هذا أحد معايير الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد الجامعي، وكان هذا المعيار أو التحدي عندما يطلب منك من أجل الاعتماد كيف تقيم نفسك في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، كان هذا التحدي منطلقا لعناية المعهد في هذا الجانب وتأصيله علميا. لائحة المعهد أيضا تضمنت تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع. بيئة المعهد كذلك لابد أن تكون بيئة عمل صحية تسهم في جودة الأعمال، وكذلك لابد أن نعنى بتحسين ولاء العاملين لأنهم هم الجزء الرئيس والمحرك في أعمال المعهد. المسؤولية الاجتماعية لها أكثر من تعريف، لن أذكرها بالشكل العام، ولكنها في جملتها سواء من تعريف مجلس الأعمال العالمي أو البنك الدولي أو الغرفة التجارية هي التزام أخلاقي للمساهمة في تطوير وتنمية المجتمع.
منهجية عمل المعهد في مجال المسؤولية الاجتماعية تتمثل في تفعيل دور العمل الاستشاري والشراكة مع مؤسسات المملكة سواء في القطاع العام أو الخاص، وتوظيف إمكانات الجامعة في مساعدة مؤسسات المملكة في تحقيق أهدافها، وتوجيه القطاعين العام الخاص للاحتياجات الواقعية في المجتمع المحلي. ومن ثم قد تكون، وهذا طبعا مسألة التوجيه هي مبادرة من المعهد أن يدرس الاحتياج وأن يقوم بتقديم المبادرات. نطاق عمل المعهد يمتد في 4 نطاقات: النطاق الأول في المعهد نفسه، والثاني في الجامعة التي تحتضن هذا المعهد، والثالث في مدينة الرياض الذي هو مقر جامعة الإمام، والرابع في المملكة العربية السعودية. وبناء على هذا النطاق سيتم تقسيم خبرات المعهد في هذا الجانب. في المعهد بنينا بالتطوير الإداري بإضافة إدارة للمسؤولية الاجتماعية ضمن إدارات المعهد. علينا أيضا كذلك في تطوير البيئة في المعهد لتكون مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك توفير الإسعافات الأولية وأدوات السلامة وضمان سلامة العاملين في جميع المخاطر المتوقعة كالحرائق أو ما شابه. من حيث منسوبية المعهد، علينا بتكريم المعهد بشكل دائم لأي من منسوبيه عندما ينتهي العمل، وكذلك توفير بيئة عمل متكاملة وراقية تحقق متطلبات الموظف. نقوم كذلك بمجموعة من الأنشطة مثل التدريب على رأس العمل والتدريب التعاوني داخل بيئة المعهد. على مستوى الجامعة يقوم المعهد بعلاقة وثيقة مع الجامعة، ولكن دون أي مقابل مادي من الجامعة، لأنه لا يناسب أن يأخذ المعهد مقابلا ماديا لقاء تنفيذ مجموعة من الخدمات. تجدون مجموعة من البرامج التدريبية والتطويرية، وكذلك إعداد عدد من المشروعات والأدلة التي تسهم في تطوير أداء الجامعة في علاقتها مع الجهات الأخرى. كان لنا مشاركة في اقتراح دليل لأعضاء التدريس غير السعوديين، أخذ من المشكلات التي يعاني منها عدد من أعضاء التدريس مع عدم معرفة حقوقهم والواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وكذلك بأنظمة البلد في إجراءات الجوازات والإقامة والتأشيرات. كل ذلك تم رصده في دليل أعضاء التدريس، وهذا الدليل متاح لجميع الجامعات الاستفادة منه دون مقابل. من يرغب في الحصول على نسخة منه نعطيه أيضا متطلبات هذا الدليل ليكون كاملا وجاهزا للعمل به في الجامعة. هناك مشاركة فاعلة من المعهد في مشروع مدينة طبية للجامعة، وهي التي نسعى بإذن الله أن تتحقق قريبا في مدينة الرياض بعد الحصول على الأرض المناسبة لها. هناك مجموعة من المبادرات لتطوير بيئة الجامعة، انطلاقا أنه لا تستطيع أن تسهم بخبراتك للجهات الأخرى وأنت لديك مشكلات داخلية، لابد أن تعنى بتطوير داخل الجامعة من أجل أن تنعكس إيجابا على سمعة الجامعة. قمنا بمجموعة من المبادرات، سواء ما يتصل بالطلاب وما يتصل بإنشاء وحدات كانت الجامعة تقيم بشكل دائم معارض ومؤتمرات وندوات، ولكنها لا تخضع لإدارة واحدة تعتمد على اللجان ويختلف مستوى التنفيذ أحيانا. فكانت هناك مجموعة من المبادرات، هناك مبادرات كانت مجموعة تمثل طموحات في مثل تغيير الشعار، إضافة مثلا برنامج تمهيدي للطلاب كان المعهد يقوم بدراستها. طبعا لا نؤمن بتغيير الشعار، ولكن نقوم بتنفيذ الخدمة كما يرغب فيها الشخص الذي طلبها ونعطيه مرئياتنا بعد ذلك. هناك أيضا دراسة أعدت لعمادات التطوير الجامعي بجامعة السعودية أسهمت في إنشاء عمادة التطوير الجامعي وتحديد اختصاصاتها بشكل دقيق لئلا يكون هناك تداخل. على مستوى مدينة الرياض كان من أبرز المبادرات التي قام بها المعهد حل المشكلات التي تتصل بالحركة المرورية في مدينة الرياض، كان على الأخص الوصول إلى الجامعة. الحمد لله أسهم المعهد، من يذكر طريق التخصصي القريب من الجامعة والدوارات والازدحام الذي يحدث فيها والتحول الآن الذي يشاهده هذا الطريق دون تكاليف كبرى، لأنه إعداد المشاريع يتطلب اعتمادات مالية من وزارة المالية. كانت مبادرة معهد بأقل التكاليف الممكنة التي تسهم في حل المشكلات، وبحمد الله تعاونوا، وهناك خطابات شكر سواء من أمارة المنطقة أو الأمانة أو مرور الرياض.
وما يزال لدينا أيضا مجموعة مبادرات مع هيئة تطوير مدينة الرياض ومع المرور في تحسين الحركة المرورية المجاورة للجامعة. كان من بينها إزالة بعض الحواجز الأمنية لدى بعض المقرات مثل الصحف، إذا كان عرفتم جريدة الرياض والجزيرة كان لديها حواجز أمنية تعوق الحركة في طريق الخدمة. هذه كانت من ضمن مجموعة مقترحات قدمت إلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله، الحمد لله نفذ أكثر من 90% منها. هناك دراسات تم تنفيذها أيضا تسهم في التنمية الاجتماعية مدينة الرياض، كذلك تقويم أداء بعض المواقع الخدمية، كذلك لرفع كفاءة بعض الجمعيات الخيرية. في المملكة قمنا بمبادرة برنامج وفير، هذا البرنامج يخدم جميع أعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات السعودية بحيث يحصل على حسومات وعروض خاصة من الشركات والفنادق والقطاع الطبي. التركيز لدينا كان على القطاع الطبي والسكني بالدرجة الأولى بحكم أنها هي الأكثر جدوى في الحصول على الحسومات، وبحمد الله أيضا في تعاون مع كثير من الجامعات يتمثل بدور التنسيق لجلب العروض للمعهد، ومتم المعهد يقوم بالتعاقد وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني لجميع الجامعات. هذا البرنامج يتميز أيضا أنه يشمل الطلاب والطالبات، والدعوة للجميع للمشاركة معنا في المعهد في تنفيذ هذا البرنامج في مناطقكم بحيث نحصل على أبرز المنشآت التي يحتاجها أبناء المنطقة ونتفاوض معهم للحصول على عروض خاصة لمنسوبي الجامعة. فعليا الآن لدينا أكثر من نصف الجامعات السعودية مشاركة معنا بمنسقين داعمين، ويوجد لدي الدكتور عبد الرحمن نماذج للتنسيق في هذا المشروع. نقوم بدورات تأهيل المبتعثين الحكوميين تنفيذا للأمر السامي الذي يلزم المبتعث بالحصول على دورة في جامعة الإمام، وهذه تنفذ دون مقابل. المبادرات قام المعهد بنشر الوعي في اللياقة الاجتماعية والآداب والسلوك، وفي الغالب نركز على المبتعثين والمبتعثات. إصدار دليل الفنادق العالمية وهو الآن أيضا قيد التحديث ليشمل جميع السلاسل العالمية بالإضافة إلى السلاسل العربية. كان هناك مبادرة الصدقة الإلكترونية التي تجدونها في الصرافات والبنوك المحلية، التبرع للجمعيات الخيرية، وهذه بحمد الله حلت محل التبرع النقدي. كان التعاون وثيق مع الجمعيات الخيرية في منطقة المدينة المنورة الذين يتميزون بنشاط كبير، وكانت مبادرة مع بنك الراجحي، والآن مع أكثر البنوك تتاح عملية التحويل الخيري. هناك تجاوزت الوقت، هناك مبادرة وأتمنى دعمها منكم من جامعات إتاحة العلاج جميع أعضاء التدريس في الجامعات السعودية في أي مستشفى من المستشفيات التابعة لها، بحيث أنه عضو هيئة التدريس في جامعة الملك خالد مثلا يتاح له العلاج في مستشفى جامعة الملك سعود. وهذه مبادرة قدمت على وزارة التعليم العالي وأرسلت عن طريق أمانة مجلس التعليم العالي للجامعات، وتم تلقي مجموعة من الردود لكن الحمد لله إيجابية. نطبع مشروعات قام بها المعهد في إطار المسؤولية الاجتماعية، التعاون مع المعاهد والجامعات الناشئة. قام المعهد بمنهجية تقويم للمسؤولية الاجتماعية عن طريق فريق عمل علمي متخصص، واختيار أيضا أدوات علمية وأدوات قياس. كان المعيارين يعتمدنا عليها معيار الايزو 26000 مسؤولية اجتماعية، ومعيار الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وتم بناء استبانة خصيصا في هذا الغرض. تم إعداد الدراسة على عامين 2013 و2015، بحمد الله هناك تحسن بين 2013 و2015، ومع ذلك ما نزال نطمح إلى المزيد، ما يزال أداء المعهد في المسؤولية الاجتماعية يحتاج أيضا إلى مزيد من التطوير. تتويجا لجهود المعهد في المسؤولية الاجتماعية، تم نشر تقرير عن المعهد في مجلة كرونيكل في عام 2014 تضمن أبرز نتائج الدراسة. أختم بمقولة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المسؤولية الاجتماعية ضرورة لحماية وتطوير المجتمع. شكرا لكم. شكرا. جزاك الله خير. يعني
سبحان الله أنا كتبت عندي إذا ما ذكر الدكتور أنه تعاون مع المعاهد الأخرى بسجلها أنا، فما شاء الله سبقني جزاه الله خير. في الحقيقة أنا أعتبر معهد الأمير نايف الأب الروحي للمعاهد القديمة والجديدة، لأنه فعلا ما شاء الله ما في فكرة يتبناها أحد المعاهد إلا ويدعمها ويساندها. وخبرة أيضا أخونا الدكتور عبد العزيز صراحة يعني في سواء في التواصل هاتفيا وخلافه يدعم أي فكرة ويحاول أن يجد مع المبادر الطريقة المناسبة لإيجاد الحلول سواء المالية والإدارية وخلافه. فجزاه الله خير يعني وشكر خاص لسعادته. أترك ربما الآن الفرصة للنقاش، يعني أشوف أخي الدكتور عبد اللطيف رفع يده، تفضل سعد الدكتور. جامعة الملك خالد، تفضل سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم جميعا، وشكر والتقدير الخالصين لمعالي مدير جامعة سلمان الدكتور عبد الرحمن، وأيضا أخي وصديقي الدكتور ناصر على الاستضافة وعلى التنسيق وعلى الترتيب لمثل هذا الاجتماع المبارك. هو في الحقيقة يعني كومنت أو مداخلة أكثر من أنها سؤال أو استفسار. طبعا ما يخفى على الجميع أنه المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع أحد الأركان الثلاثة المهمة في أي رسالة يعني جامعة وأهدافها وبرامجها. دور المعهد هنا يعني مداخلتي أنه مساهمة المعهد داخل مجتمع الجامعة أولا، ثم داخل المجتمع المحلي والإقليمي والوطني قد يكون فيما بعد. داخل مجتمع الجامعة مهم أن المعهد يكون له دور بارز وواضح، يعني قد يعني تبدأ بكوشنير بسيط جدا توزعه على أعضاء هيئة التدريس على المستفيدين من الخدمات عن إيش، يعني فقط لو ورقة واحدة وسؤال واحد ماذا تنتظر من معهد البحوث والدراسات الاستشارية الموجودة في الجامعة. إحنا يعني عملنا الكثير من المبادرات اللي لم تكن من صلب حتى أهداف المعهد، لكن رأينا أنها فعلا ستقدم يعني إيميج قوي جدا للمعهد داخل مجتمع الجامعة. لعلي يعني أذكر منها أنه المعهد لاحظ أنه ما كان فيه يعني كتيب للجامعة لخارطة للجامعة ماب زي اللي توزع على الطلبة المستجدين أو على، فعملناها أيضا زي ما ذكر الدكتور عبد العزيز اللي هو برنامج وفير أو التخفيضات. إحنا عملنا تخفيضات يعني خاطبنا العام الماضي 150 جهة في منطقة عسير، وحصلنا منهم على تخفيضات مميزة جدا لمنسوب الجامعة، وسنتعاون أيضا مع برنامج وفير، وهناك يعني ترتيب وتواصل مع الدكتور خالد الخرعان من أجل أنه فعلا أنه يضمنون في هذا البرنامج. أيضا بعض يعني نساهم في بعض المعارض، في بعض الاستضافات البسيطة على مستوى الجامعة لبعض الكي فيجرز زي ما يقولون. أو مهم جدا أنه بعض أيضا الدراسات التطويرية والاستشارية قدمناها للجامعة بمبادرات وأفكار من المعهد، زي دراسة التأمين الطبي لمنسوب الجامعة، زي مثلا إنشاء صندوق تكافل اجتماعي لمنسوب الجامعة، ويعني وجدت أصداء يعني جميلة جدا لدى إدارة الجامعة ولدى أيضا منسوب الجامعة. أعيد وأكرر ما تفضل به معالي مدير جامعة سلمان في كلمته التوجيهية هذا الصباح حين ذكر أنه الجانب الاقتصادي مهم، ويعني مفهوم زي ما يقولون البزنس كونسبت، أنه هذا اللي أنت بتقيم عليه كعميد لمعهد كمورد ذاتي في نهاية السنة، ماذا حققت من دخل؟ هذا هو يعني يمكن أحد أهم عناصر التقييم في نجاحك، لكنه أيضا ما ينبغي أن نغفل المسؤولية الاجتماعية، ما ينبغي أن نغفل القيم، ما ينبغي أن نغفل الخدمات، لأنها أيضا مهم جدا. أنه يكون أيضا تنظيم لهذه المسؤولية الاجتماعية، عملية توازن، ما يكون هناك فيه
طغيان للجانب الاقتصادي على الخدمات الاجتماعية، وأيضا ما تنسى الجانب المهم وتروح تتفرغ للخدمات الاجتماعية، لأنه في الأخير أنت يعني جهة من أجل أن تحقق مورد ذاتي يعتمد عليه في يعني في تسيير يعني الأمور في الجامعة. ما أطيل، لكن النقطة المهمة اللي أحاول أختم فيها أنه أحيانا يعني إحنا في جامعة الملك خالد لا يكاد يمر أسبوع دون أن نستقبل طلب من جهة خارجية، إما باتفاقية تعاون أو شراكة استراتيجية أو حتى أحياناً نستقبل من جمعيات خيرية أو حتى من مراكز أحياء. يعني أحياناً يأتيك يعني مركز حي ويطلب شراكة استراتيجية مع الجامعة، أو فإحنا مهم أنك تنظم ويكون عندك آلية في المعهد في عملية. إحنا اقترحنا أنه يكون هناك لجنة شراكة مجتمعية ما لها علاقة في أعمال المعهد، من أجل أنه لأنه مهم في أي عملية اتفاقية تعاون أو شراكة استراتيجية أنه يكون الأمر يعني فيه توازن أو أكوفلين زي ما يقولون. أنا يعني أنا أعتذر على الإطالة وشكرا لكم. طيب شكرا، جزاك الله خير سعد الدكتور. الجامعة الإسلامية الدكتور سليمان تفضل. شكرا. قضية الشراكات هنا أصبحت يعني معذرة، هناك شراكات مفعلة ولها واقع، لكن هناك شراكات أصبحت ديكور في كثير من يعني الجامعات والجهات، شراكة مع الجهة الفلانية، شراكة مع الجهة الفلانية، شراكة، وهي في الواقع غير مفعلة. أولا لماذا؟ لأنها في النهاية هذه شراكة تحكمها أو يحكمها ما لدى الطرفين من أنظمة وتعليمات، وتبقى لا تفعل أبدا. وجربنا كثير من الشراكات مع جهات حتى حكومية ووزارات، وفي النهاية إما أن تدفعوا أنتم وتعملون هذا المشروع إلى هذه الشراكة، يعني وجودها كعدمها كمستند. ولذلك المشاريع التي توقع، يعني أنا أقول ما أريد شراكة، أريد عمل مشروع فعال نبدأ به وننفذه، وهذا هو الرصيد في الواقع سواء على مستوى الجامعة أو مستوى المجتمع أو على مستوى الدولة. شكرا. دكتور علي تفضل. تصور أن المسؤولية الاجتماعية هي أحد الأساسية لخلال المعاهد البحرية، وفي تصوري أيضا أن الجامعات الجديدة أو الناشئة كبنية تحتية في المناطق البعيدة عن مراكز الاستقطاب الحضري، في تصوري تعتبر مسؤوليتها الاجتماعية أكثر أهمية ودور كبير جدا يقع على هذه الجامعات في تنمية المجتمع من خلال المسؤولية الاجتماعية. أنا في رؤيتي أن أقول ليش دكتور عبد العزيز بندب أنه الأب الروحي لنا، أن هناك برنامج موجود في وزارة التعليم العالي سابقا، بمعنى برنامج المسؤولية الاجتماعية، والآن يعطي للجامعات مبادرات ومشروعات بحثية وبرامج توعوية تدعم بمبالغ كبيرة جدا، فلماذا لا يكون تبني من المعاهد البحوث لوزارة التعليم بأن أي مشروع يدعم مبادرات مسؤولية اجتماعية يكون من خلال معاهد البحوث، وبالتالي يكون في توحيد الجهود والتنسيق بشكل كبير جدا، لأنه من خلال تجربتي في الجامعة جتنا بعض المبادرات والمشروعات فتهنا ما في مرجعية. في الأخير كما ذكرت يا دكتور عبد الله، أنا جريت رحت أجي أقول لابد يكون لنا دور هنا في هذا المكان، يعني لابد نضع أيدينا هنا في هذا المكان ونتبنى مثل هذه الأشياء بحكم أن هذا، وفعلا استطعنا أن نأخذ الموضوع ونتبناه في معهد البحوث، وإن كان هذا بعض الزملاء يقول أنه من خدمة المجتمع أو كذا، لكن أقل حاجة يمكن بعض الجامعات الكبيرة عندها ما يشغلها، لكن إحنا في المناطق الجامعات الناشئة دورنا هذا بشكل أساسي يعني. فأقول لماذا لا يكون فيه تنسيق وتبني من معاهد البحوث وتوصية من هذه الجلسة لوزارة التعليم بأن أي موضوع يهم المسؤولية الاجتماعية وخاصة في المناطق النائية والبعيدة أن يكون من خلال معاهد البحوث، ويكون المشروعات التي تطرح ليس من وزارة التعليم وإنما من الجامعات، يعني مشروعات تنبثق من احتياج المنطقة، قد تكون في منطقة جيزان لها خصوصيتها. وصلت الفكرة سعد الدكتور. وشكرا. سعد الدكتور أحمد تفضل. أنا يعني قد يعني أخالف بعض الأخوان في وجهة النظر، أنا أشوف أنه يعني
احنا لابد ان نركز على رؤيه رساله المعهد واضحه جدا. المعهد معهد البحوث والاستشارات يعني لو ترجعون الى اللوائح هي عباره عن يعني مؤسسه ربحيه او يعني شركه ربحيه تعمل بنظام حتى يعني في بعض البنود يعمل كشركه ربحيه. فبالتالي حيودنا الى هذا الموضوع هناك خلط بين يعني ادارات الشراكه المجتمعيه وما تقدمه وبين اعمال واهداف المعهد اللي بني على اساسها في تقديم الاستشارات في تقديم البحوث والدراسات يعني سواء المدفوعه وكذلك الدورات التدريبيه. وحتى الدورات التدريبيه عندنا برضو يعني نقاش كبير مع خدمه المجتمع، لكن ممكن انه اقصد كليات خدمه المجتمع مين اللي يقدم هذه الدورات احنا ولا انتم، لكن في اتفاق قد نصل اليه. فموضوع انه يطقى تقديم هذه البرامج الاجتماعية على أهداف المعهد أنا أشوف أنه يعني خرجنا أو حدنا على الموضوع، وبالتالي يعني لا أرى أنها تكون من يعني أساسيات العمل في المعهد. قد تكون مسؤولية الجامعة بأن تقوم بإنشاء إدارة لهذا الموضوع. حتى أني يعني وأريد أيضا تصححون لي أخوان، هناك لائحة المعهد تقول أنه المشاريع لابد أن تكون مدفوعة، بينما أي مشروع لا تستطيع أن تقوم فيه أو تنفذه ما لم يكن هناك نسبة للمعهد. حتى أن احنا صادفتنا بعض المشاريع نريد أن نقدمها خيرية يعني مثلا لجمعية بر نريد أن نقوم بتقديم دورات لا تدعمنا يعني لائحة المعهد. وأودي الأخوان اللي يعني صححون لي إذا كان هذا الكلام، لكن الإدارة القانونية أتتنا وقالت لا تستطيع، أنتم لا تستطيعون، لكن إدارة أخرى قد تستطيع القيام بذلك. شكرا سعد الدكتور. ربما يعني استدركت أنت ربما في الأخير أنه هي ليست من الضروريات رقم واحد في المعهد، لكن أن يكون هناك ولو شيء بسيط من المسؤولية الاجتماعية يتعلق بالمعهد، يعني هذه هي ربما الفكرة. ومجموع ما ذكره مثلا سعاد الدكتور عبد العزيز هو لم يقدمه في يوم واحد وانما قدم خلال يعني سنوات. شكرا. تفضل الاخي سعاد الدكتور. تفضل سعاد الدكتور، عرفنا بنفسك. جزاك الله ونعم، حياك الله، اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على قائد قدوه محمد الصادق الامين. طبعا هي مداخلة حول هذا المحور وبعض النقاط التي أود أن أسلط الضوء عليها. طبعا في البداية أشكر الزملاء في جامعة سلمان على رأسهم معالي المدير والزميل الفاضل الدكتور ناصر على الاستقبال والحفاء التي حظنا بها منذ وصولنا لهذا المكان الجميل. في طبعا أيضا شكر للزملاء الذين تواصلت معهم خلال، طبعا إحنا لم نكمل العام الأول من عام المعهد، كلفت في 9/6 ولا مباشر إلا في شهر 11 تقريبا، عمرنا 4 و5 و6 أشهر. الشكر للزملاء تواصلت معهم وظنهم دكتور عبد الله، والشكر خاص للدكتور عبد العزيز الذي التقيت فيه في مؤتمر التعليم العالي وكان لكلماته محددات مهمة في سير العمل فيما بعد في معهد البحوث في جامعة الجوف. فيما يخص المسؤولية الاجتماعية طبعا نحن حاولنا أن نترجم ذلك من خلال عمل سوف يدشن إن شاء الله في 20-21 أبريل القادم من خلال ندوة الجامعة والمجتمع بعنوان البحث العلمي والاستشارات قضايا مشتركة، وقد خاطبناكم، لا أعلم إن كان وصل الخطاب أم لا. وبالمناسبة طبعا أوجه الدعوة للجميع لحضور الندوة وأخص من شاركوا بأوراق عمل، وأتمنى أن تنقل الأوراق كما هي في الندوة. طبعا هناك محاور، طبعا حاولنا أن نضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. أول شيء أن يستفيد المعهد، خصصنا محور لماهية معاهد البحوث الأهداف مجالات العمل، وحددنا محور للتوجهات المعاصرة في الشراكة والتعاون، أيضا محور حول الأبحاث التعاقدية، الكراسي العلمية، الدراسات الاستشارية، الإشراف التعليمي والأكاديمي، واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة، ونماذج مقترحة للشراكة. حاولنا أن نخدم المجتمع ونخدم المعهد في نفس الوقت، على اعتبار أنه ممكن هذه الدراسات التي تطرح كما الآن نحن ندون كثير من التفاصيل مهمة. فلا أعلم إن كان الخطاب وصلكم، وطبعاً أوجه باسم وكلاء الجامعة الدراسات العليا والبحث العلمي، سأتواصل معكم إن شاء الله وأبعث لكم بشكل شخصي
وأتمنى من جميع الزملاء ما لديهم أوراق في هذا الجانب أن يتقدموا بها، ونحن نسعد ونشرف بكم في الجوف ونستضيفكم إن شاء الله. أيضا هناك طلب، أتمنى أن يضاف في محور التجارب المعاهد الناشئة لو 3 دقائق لمعهد الجوف. لم توجه لنا دعوة للمشاركة، لكن لدينا يعني أشياء بسيطة ممكن أذكرها في الجلسة القادمة. شكرا لك. شكرا سيد الدكتور. يعني بالنسبة للخطاب احنا ما وصلنا، أنا على الأقل ما وصلني ملا، فيعني حبذا لو أرسل زي ما قلت يعني بشكل خاص للزملاء يعني جميعا يرسل بإذن الله تعالى. شكرا سعد الدكتور. تفضل سعد الدكتور. معهد الزملاء في معهد الدوام تدعو فبإمكان تدخل محلنا. طيب شكرا. يعني أعتقد يعني ما فيه أسئلة أخرى، ولكن توصيات على الأقل يعني استقيها ربما من أي. تفضل سعد الدكتور. التعليق طبعا على أكثر من موضوع الدكتور أحمد والدكتور عبد اللطيف، ذكر كلاما نفيسا وجميلا أنه لا يطغى العمل في المسؤولية الاجتماعية على عمل المعهد، وذكر أيضا أنه لا يمكن أحيانا توفير موارد مالية من أجل العمل الاجتماعي. أود توضيح مسألة أن هذه الأعمال مثل ما ذكر الدكتور أنها امتلك على سنوات. الأمر الثاني أن هذه الأعمال عندما ينفذها المعهد هو ينفذها كنوع من التدريب لمنسوبيه على إعداد مبادرات، على القيام بعمل بأكبر طاقة عالية خلال فترات الركود، خلال فترات قلة الأعمال، خلال فترة الصيف، بحيث لا يكون لديك العمل، لا توجد مشاريع مثلا حالية وتتوقف بانتظار المشاريع. لا، لابد أن تجعل الفريق الذي لديك نشيطا قويا قادرا على الابتكار، تدخله في خضم تجارب عملية لتتأكد من قدرته على التنفيذ. عندما تحدثنا عن دليل الإجراءات أعضاء هيئة التدريس، لأن لدينا مشروع دليل إجراءات أكبر وأضخم لجهة أخرى، لابد أن أتأكد من قدرات وإمكانات متاحة عندي قادرة على تنفيذ عمل يليق باسم المعهد، بحيث لا تقدم عمل يكون هزيل. مبادرات التدريب التي قام بها المعهد قام بها كلها، ولكن كان باستثمار الموارد المتاحة في الجهات. نقوم بتجهيز طبعا كل شيء يتم داخل المعهد لا نأخذ عليه مقابل، لكن المدربين أو المراكز التدريبية تتقدم عن طريق الإطار النظامي وتتولى دفع المبالغ الجامعة أو الجهة المستفيدة من الخدمة. بعض الأعمال التي تمت مع الجمعية الخيرية كان بأسلوب تطوعي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وهذا أمر متاح للجميع. فالمهم عندنا بشكل دائم أهمية أن تشغل فريق العمل حتى لو لم يكن لديك أعمال ذات إيرادات مالية، لأن دائما تفيدك هذه مثل اللياقة للرياضي. لو توقف عندما انتهاء الموسم لن يستطيع المشاركة في الموسم القادم بشكل جيد. العام الماضي تحدثنا عن ملاحظات مثلا جهات الرقابية والمعهد، وما يزال أيضا هذه من ضمن الأشياء التي يقدمها باب المسؤولية الاجتماعية، يقدم خبرته وتجاربه في هذا الجانب، سواء تلافي الملاحظات أو التعامل مع هذه الملاحظات. وكان الهدف تقوية جميع معاهد البحوث أن لا تقع في أخطاء نظامية أو مالية تؤثر على سير المعاهد القائمة. فإذا أيضا تم الاحتياج لهذه الخدمة يتم تقديمها للجميع. ما ذكر الدكتور علي من مسألة مبادرة المسؤولية الاجتماعية، المعهد كان له دور في تسريع إجراءاتها. كانت مبادرة عام 1431 لم توقع عقود إلا العام الماضي في المعرض الدولي، وكان فرصة لنا إقناع المسؤولين بتوقيعها أثناء معرض لوجود مدراء الجامعات. الإشكالية التي هي عند الوزارة وليست عند معهد البحوث، أن الوزارة ترغب أنها تتعاقد عن طريق الجامعة لينفذ العمل عضو هيئة التدريس وليس المعهد. مبادرات وزارة التعليم العالي كانت الإبداع والتميز، تطوير الأقسام العلمية، الإرشاد الطلابي، المسؤولية الاجتماعية، مجموعة مبادرات التي نجح بشكل واضح كانت مبادرة الإبداع والتميز، لأن الذي تولاها معاهد البحوث وخدمة الشريف في الجامعات. البقية للأسف تمر بمراحل تعثر لعدم خبرة أعضاء التدريس في هذا الجانب. شكرا لكم. في تعليق سعد الدكتور؟ طيب يلا تفضل ابدا الدكتور عبد الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أود أن أقدم شكري الجزيل حقيقة لجامعة سلمان على استضافة هذا اللقاء السابع، وأيضا لمديرها معالي مديرها دكتور عبد الرحمن، وأيضا عميد معهد البحوث فيها دكتور ناصر، والذي عانه الله عمل الكثير، وأنا كنت على تواصل معه وكان قلقا ولا ألومه على القلق، لأننا لم نتحمل المسؤولية، لأنني أثبت له أننا رفعنا للوزارة توصيات اللقاء السادس، ولكن يبدو أن هناك خلل في الوزارة لا أدري عن ذلك. ثم بعد ذلك أنا سعيد جدا بوجودي أمام هذه الكوكبة حقيقة ممثلا لمعهد البحوث والخدمات الاستشارية في جامعة حائل. نرجع لموضوع المسؤولية الاجتماعية، فكل ما يقدمه المعهد يجب أن نعرف في سياق هذا المجتمع، أو حتى لا نربط المسؤولية الاجتماعية فقط بالعمل المجاني أو العمل، بل بالعكس كل ما تقدمه المعاهد وفقا لتخصصي في علم الاجتماع أو يدخل ضمن دائرة المسؤولية الاجتماعية. لكن أنا أريد أن أؤكد على أنه أيضا مسؤولية المعاهد حقيقة يجب أن تتخطى فقط قضية اللي هو البحث عن موارد للجامعة حقيقة، وإنما يجب أن تمتد، لأنه قيمتنا كمعاهد هي قدرتنا على التفاعل مع القضايا الوطنية ودعم هذه القضايا. مجتمعنا اليوم يواجه أزمة الإرهاب وإلى آخره، لا يمكن لمعاهد البحوث ألا تعمل نشاطات تدعم جهود الدولة في محاربة هذا الفكر الذي يهددنا كلنا ويهدد بلدنا كله. فلذلك أنا أعتقد أنه ما لم يكن للمعاهد هذه المسؤولية وتنشر إعلاميا أيضا ويؤكد عليها، فبالتالي هذا الذي سيرفع أسهم هذه المعاهد أمام المسؤولين في الدولة، لأن ستجد أن هناك تفاعل من هذه المعاهد. فلذلك أنا ضد أخي من جامعة الملك فيصل الذي يتحدث على أنه لا يجب أن يطغى، بل بالعكس أنا أتمنى أن يطغى المسؤولية الاجتماعية في هذا الإطار، خاصة أن بلدنا اليوم يواجه مشكلات عويصة جدا، سواء في مجال البطالة، سواء في مجال الإرهاب، سواء في مجال الفقر، سواء في مجال إن لم تتفاعل هذه، سواء من خلال الدراسات والأبحاث، من خلال الدورات، من خلال الندوات والمحاضرات. فأعتقد أننا بذلك نصبح مجرد أوعية مالية فقط، وهذا لا أعتقد أنه يعني يجب أن يكون هو المسيطر على أفكارنا في 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 معاهدنا. شاكر ومقدر، بارك الله فيكم. شكرا سعادة الدكتور. سعادة الدكتور أيضا ياسر، ربما دقيقة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على إتاحة الفرصة. بس حبيت أضيف نقطة بسيطة جدا، وهي حرص الجامعة على المشاركة والمسؤولية الاجتماعية. تم إضافة مركزين حديثين الشهر الماضي، مركز الأعمال التطوعية ومركز سوق العمل، حيث شعرت الجامعة حاجة المجتمع لهذين المركزين، فتم إنشاؤهما رغم ذكري سابقا على التخصصية والجامعة بطبيعتها هندسية، إلا أن حرصها على المساهمة في حل بعض المشاكل المجتمعية تم إنشاء مركز الأعمال التطوعية ومركز سوق العمل تحت مظلة معهد البحوث. طيب شكرا. سعد تأخي الدكتور ناصر، يعني بعد إذنك حاجتين، الحاجة الأولى طلب، والحاجة الثانية ربما أترك لأخي عبد العزيز يقول التوصيات. الطلب هو يعني ربما بعض الزملاء سيغادر يعني باكرا، أحد الزملاء سمعت منه أنه عنده 4 عصرا موعد في الرياض، أحد الزملاء رحلته الساعة 6، أنا شخصيا الساعة 7، وهكذا. ربما في الجلسة القادمة يعني ما بعد، يعني أتمنى من الجميع أن نلتزم نصلي ثم نعود مباشرة حتى لو قبل الوقت، أن نلتزم بالوقت، والحمد لله أني بالضبط الساعة 12 الآن. هذا الطلب أتمنى أنه يعني نلتزم فيه. الجزء الثاني أترك لأخي عبد العزيز ربما ذكر بعض التوصيات، أنا عندي جزء منها لكن سأترك لك. تفضل سعادة الدكتور. الله يجزاك خير، شكرا، بارك الله فيكم. فقط استقرار للوقت، كما في اقتراح من واحد التوصيات لهذه الجلسة، ولكم أن توصوا بما تروا مناسبا في الجامعة. التوصية الأولى: تنظيم ورشة عمل لمعاهد البحوث والخدمات الاستشارية حول قياس وتقويم مستوى المسؤولية الاجتماعية في المعاهد.
ثانية وضع مؤشرات لقياس المسؤولية الاجتماعية في المعاهد. ثالثة رصد منجزات ونجاحات معاهد البحوث والخدمات التجارية في مجال المسؤولية الاجتماعية وإبرازها، لا سيما أن هناك معرضا سنويا يقام عن المسؤولية الاجتماعية. استطلاع التجارب والخبرات الإقليمية والدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية وتبني ما يتفق ويخدم المجتمع السعودي منها. الأخير نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع. شكرا. جزاك الله خير. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.